حكم الصلاة أمام المرآة، هذه تشغل المصلي، هذه تشغل المصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: قال صلوات الله وسلامه عليه لما دخل وصلى وأمامه خميصة لها أعلام، أمامه أو عفوا صلى في خميصة لها أعلام: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. ووجد النبي سهوة لعائشة طاقة في الحائط قد سترت بقرام عليه تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. يا عائشة، أميطي عني قرامك هذا، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. نعم.